مرحب، كيف حالكم؟ اول شيء انا كثير مبسوط انه الحلقه الاولى كثير حبيتوها، وكثير انبسطت بصراحه من الكومنتات، بتقولي افكار خير الله ما شاء الله، الشباب كاين كبوته يعني. المهم من الموضوع الرئيسيه انه انا اخلي الفيديو صغير او قصير، وهذا اللي راح يصير اليوم. مش راح يتجاوز الفيديو ان شاء الله 7 دقائق بعد الساعه. المهم بدي احكي اليوم عن شغلات اي شاب بده يعدل سياره لازم ياخذها بعين الاعتبار وياخذها بالحسبان. اذا بدي اعدل سياره، طبعا انا بحكي هون عن تعديل، مش تعديل بالكامل تركبها عند ترومبا وان جي وبكاكس ملحوم تحكي انا معدل، لا تعديل التعديل الصح. ايش يعني البرالي؟ احنا تفضل طير زوبعي وحده طلعت اقصى اي طلعت صحراوي وحده الله. المهم واحد بدك تنسى مصاريك، هاي النقطة الأهم كليا، انك تنسى موضوع شوف المصاري. شوف اذا ممكن تحط انت تحكي انا بعدل سيارتي ب 2000 دينار، راح تتجاوز ال 3000 ليرة بعد ال 2000، يعني حتكلف لك 5 بالاخر. فالمصاري بدك تنساها، اسمه هذا المجوز هذا مين؟ مصاري بدك تنساها. اثنين بدك تنسى وقتك، بما انك 66 ساعة في الأسبوع بدك تضل وين؟ في الصناعة. يعني السيارة المعدلة كثير زنخة، راح تضل تخرب، ومش تخرب راح تضل تطلع لك بلكشات صغيرة، بدك هيك وبدك ضغط بنزين وبدك عيار من أول وجديد، بدك برميل وكزوست جديد، بدك البكاكس زح، الكلاتش زح، التيربو ضرب، بدك فراشة التيربو جديدة، بدك مليون قصة وقصة. فكثير راح تكون عايش في الصناعة كثير، إلا إذا إن أنت زلمة بسم الله ما شاء الله وضعك كثير مرتاح تشتري سيارة ثانية أوكي، وتودي السيارة المعدلة تضل بالصناعة مرمية. هلا بدك تضل تكذب على حالك في موضوع سيارتك تخلص الأسبوع الجاي، متى بتخلص سيارتك يا معلم؟ بالتعديل سيارتك، متى بتخلص؟ الاسبوع الجاي بعد شهر، متى بتخلص سيارتك؟ الاسبوع الجاي 6 شهور، متى بتخلص سيارتك؟ الاسبوع الجاي انتهى ترخيص السيارة، معلم انتهى ترخيص سيارتك، متى بتخلص السيارة؟ يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي. 4 بدك تنسى موضوع ايش اسمه؟ صاحبتك. اذا انت مصاحب انسى صاحبتك. انساها كليا، خلص صاحبتك فرضا، راحت الامور بينك وبينها معلم. صاحبتك راح تكرهك لانك طول نهارك في الصناعة او في الكويسمي او في ماركة او في انت الميكانيكي بتصلح عنده او بتعدل عنده. اثنين راح تكرهك من الشحمة، وايديك راح يصيروا زي خشبة الطبار ما راح تعرف تمسكك، بس يجي تسلم عليك البنت راح تقشعر بدنها، وكل حكيك راح تكون سرحان، تيجي هي تحكي لك حبيبي انت سرحان فيي، تحكي لها والله حبيبتي انا سرحان ما السيارة تخلص، والله حبيبتي انا سرحان ممكن يجيب 400 حصان، والله حبيبتي انا سرحان ممكن الحق بطولة دريفت، والله حبيبتي شو اللون ادهنه، هيك راح تكون انت سرحان بهاي القصص. فعادي 5 صرنا 5 اهلك يا عفو ربنا اهل. اسمع يعني انا مره صاحب لي بال 2008 معه امبريزا اس تي اي 2008 وكاله بتجنن ما شاء الله، وعدلها صف قدام باب البيت عنده ابو شو السكراب اللي جايبه، ولا شو الطرطيره اللي جايبه، يا زلمه هاي سكراب زي بدك اياها الله، يابا انت بتضيع فلوسك على هاي الشغله، يعني مش فاهم انا شو يابا انت ما يعني انت كل مصاريك راح على هالسياره، بيعها بيع عرض هالسياره يابا، ما بنفع ابيعها ليش مخسر، انت هيك بخسرنا، ينعن ابوك ينعن ابو اللي جابوك ينعن ابو هالقصه، يا ريتك طلعت سكرجي ولا طلعت بهالقصص، هيك 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 اهلك امك، انت ما بتعرف سياره تعرف نيجي نركب فيها نطلع فيها، انت سيارتك واطيه، انت طول نهارك رخصك محجوزه، الولد انحبس مسك تشحيط، انت طول نهارك في السجون، انت شوفها هاي اسمع، يعني اذا انت جاهز لوجع الراس هذا روح قدام عدل سيارتك. رايي بالدم الشغله بتضل موضوعها بالدم. اسمع برا بيسموهم بروجكت كار، انك انت تعمل بروجكت كار بدك تسمع يعني بدك تستغني عن كثير شغلات من حياتك. اذا انت متجوز وعندك سياره معدله ومرتك موافقه انك انت تشتري سياره معدله، يا زلمه انت زلمه، انت يا زلمه اسد، يا زلمه انت الرجوله كلها، لا تقول لي احمد مظهر ولا تقول لي ابصر مين، انت الرجوله كلياتها، والله زقرت وبتنحط على الراس وقدها وابو الشباب. اذا انت متجوز وعندك سياره معدله، في كثير من اصحابي متجوزين هذول اسود ضاريه، هذول ناس ما بنمزح معهم، لانه يا ما شباب اول ما خطبت البيكانتو صارت على باب الدار، البريوس على باب الدار، ما فيش بعد الهايبريد، ليش اشتريت كامري هايبريد؟ ما اعرفش مريح اروق الراس، شو وجع الصناعه وقرف الصناعه فكنا من هالحكي كلياته. بس ما بعرف في شغله في الدم البيكم بدي بعطونا افكار هيك، خلينا نطلع نقشات مخنا على سوري. طبعا انا رايح الصناعه، امبارح يا زلمه مش فاهم اللي بيركب بيكب على فكره، يعني مش امبارح برجع اول امبارح برجع ريفيرس دمرت ماكسيما، اسمع مش تخبي وراي مو شايفها، دمرته هوك السحب كله دخل في الطنبون مزعله الدنيا، والطامة كبرى اني مش مامن، فلت البيكب لا مرخص ولا مامن، راح كله
تعرفين من راح كله. ان شاء الله كل خير. في حلقات جديدة ان شاء الله دائما. نحكي عن البي ام ونحكي عن التشحيط ونحكي عن الدريفت. بدنا كل شيء الليلة. يلا يعطيك العافية. هلا هلا.